إن شاء الله تعالى وحنقبل الله من آيات 80 إلى 100 إلى آيات 100 سورة يوسف المن نبي يعقوب أبوهد بيوي مادين وحيو شيء قولتي إن لقال هاري بكا وكجيت سيدي وحولي يا أصفى على يوسف يوسف نمر قونيه وبيضت عيناه من الحزن إن به سي وحي لعدانين والبهاركي والمدي والبهار كوكياني فهو كذيم وعلب خوكتين وحكوها لما يقال ويكد غنم حكمي أن الله تفتو تذكر يوسف بيره والله إن هذا كزولي من بيره إن يوسف شاك شاكتور أفكا أذن كقادم حتى تكون حرضا إلى أدمرين لغة بربرة أو تكون من الهالكين قال وحول المركة إذنك بيد المهر ليه إنما أشكو وحان أشياء بثي حزني قيقة ظاهر كآه إيو حزني كيقة قرصومبا إلى الله بان أشياء وعلم وحان أقهي من الله ألا حقي سمالات تعلمون وحيدان الله إنو يوسف إنو لهين بان أقهي مركة كقماء مستنسدية تقوم من حكمتها كنت تقوم من حميان وحولي يابانية ويلا الشيدي يريرايو اذهبوا تاقى مصر أكعى فالتحسسوا سوردك دقية صور وصدق كانت هاي تحسس كوحال إلى هذا الطلب بالحس محاسدة وحال إلى دقها إنها لدن كي أرثى حاسل إلى مكا يا بنية ويلا الشيدي اذهبوا تاقى مصر فتحسسوا طلبة حاسدة قد البسور دقية صوى إن دقية من يوسف يوسف وركيسي من خبر يوسف يوسف وركيسي وأخيه ولالك بنيامين ولا تيأسوها كقوصاننا من روح الله الله الرحمة ديسها كقوصاننا إنه شأن قدر وحوين لا ييأسوا كما قوصان من روح الله الله الرحمة ديسها إلا القوم قوم الكافرون وقال عمه يعني وحول آب هذا مصر سور دقا دقية صوى إن دقية صوى ريسا حاسده وحوي دغهنا وحكسو دغيت اندهنا وحكسو اركا يوسف اي ولالكي وررتيس كي كلا اي كو هري موونا شيغن تاسو خيارتي ودي اوغو هري تاسو البهار مبيرين مركا رحمت الهنا كقوسنين او ويلكي انك سولي دي كلا هري هدن رحمت الهي باكتو اله بار رحمت كرجينينا مرة رحمت الله كقوسنين يا بنية ويلا الشيدي وإذا ابو تغا فتحسسو سور رادية وي يعني سور دقا دقيو عند اندايا من يوسف من خبر يوسف يوسف وراركيسي يو أخيه ولالك بنيامين ولا تيأسوها كقوصنين من روح الله إلا إن حريتيسها كقوصنين وحوي إلى ويل في هلين ويقولوا دهاية إنه شأن الجراي لا ييأس مقوص من روح الله ألا رحمة ديسا إلا القوم قوم الكافرون وقال أمويان ويتقين مركة مصر بآدين فلما دخلوا مركة أسوى قالين عليه يوسف قالوا حين يا أيها العزيز إن كان قالك أهو مسنا أنك وحانا ثابتي يو أهلنا حاسسك يجي غيرك أضر لب قاجئ يشد أجسه وجينا وحان لن نمد ببضاعة بديعة لعجبا لن نمد مزدات لطوري لن عي ونعيد وحكو قدنين ومصر لعجت هذا باهين فأوفي نوقوفي لنا أنك الكيل لميسك نوقوفي يعني لعجتها يروح أنك قدنين ميسك انت العكفي عن ادمك قد لهاي نوغ قد وتصدق علينا انه صدقيسو والعكف يدن بها نوت حقليني اسكا كايسي ان الله الله سبحانه وتعالى يجي وتجعلي هاي المتصدقين هو الصدقيس تجعلي هاي وحيدا هذين النبي يوسف بوسو قلين يا ايها العزيز بينه لو ان قال عزيز بمصر ماها يعني سيد عزيز كي أكلة سيد قدومي هو كله أشقين يعني نكا شرف تلاه أنا جي غير كي بدي بتدا سنة قال العك هو النواه هذا ناي سكر كاية صدق يسوع سيف عوح نوقم العك تيجي ده نوتي حجليني العك في عن هذا يسوع وحي نو جون لهاي نسي ينو قصة صدق يسوع هذا فلما دخلوا مركب أسوة قالين عليه على يوسف قالوا حين يا أيها العزيز نكا شرف تلاه مثنا أنا جوحنا ثابتي وأهلنا حاسس كي غير كي الضر لب هو يجوع يقاشي أبار وجينا وأن الله نمد ببضاعة بريعة الله نمد مزجات لطوري يعني مدفوعه الله يستحر يوم حبة ترينين ببضاعة بأن الله نمد مزجات لطوري وحيرهن يعني دبات تدحوق له يا نصابة تبيد هذين العكس هم وظننا العكس عن وهرق لي سماء هبيد هذين فأوفنوا في بيدهن لنا الكيل لا وتصدق علينا نقص لقيته
way soo galeen marka muhiimadii aabahood soo faray kamay bilaabeen oo wiil kama waydiinin horta bal waa markay raashinka isku hubsadaa oo qalbigu u joogsado gitaa kale kala xashoon doonaan oo kala gorgorsami doonaan ee horta bal waxa ugu muhiimsanaa helaan markay u soo galeen waxay warrinkan oo dhib baan taabtay wajiina bibidaacati lacagna waanu lana mujaati la tuuray faawfino oofi lana anaga alkayla miiska noo oofi oo lacagtayada noo qiime lacag iyadoo fiican waxay goyn lahayd naga sii watasadaq calaynaa nagu sadaqayso iskeekaaya sadaqayso in allaha alla subxaanahu watacaala yajii wuu abaalmariya almutasadiqiina kuwa sadaqaysta qaala wuxuu yidhi marka waa adkaysan kari waaye waqtigiina dabcan dee uu gaadhayo waxyi baa ku soconayo waqtigu iseegi lahaa qaala wuxuu yidhi hal calimtum ma ogtihiin ma ka tawba keenteen maa facaltum wixii aad ku fasheen biyuusufa yuusuf iyo akhiihi walaalkii id waqti antum idinku jaahiluuna wax magarati aad ahaydeen ka waraysaan buu waakhiihida wuxuu u leeyahay yacni wuxuu tixgelinayaa wuxuu xusuusinaya inuu yuusuf yahay oo inuu bunyaamina walaalkii yahay markuu u sheego inuu yuusuf yahay buu tixgelin iyo garanaya markuu yidhi kanaa walaalkaya yuusuf waxaad ku samayseen ceelka ku rideen oo beenta ka sheegteen walaalkii waxaad ku samayseen oo guriseen markii uu madi noqday aydaan waxba danaynin ma xusuusan tihiin waqtigaa jaahiliin baad ahayday buu marka waxoogay garowshe aad ku jirto jaahiliin baad tihiin ta wuxuu uga jeedaa caqli xuma idiin geysay waxa weeye sidaasaa idiin geysay marka jaahilnimadaas iyagu garowsho ku siinaya macnaha wuxuu diidan yahay inuu ku caddeeyo dembigo idinku ukasbaa taa u yeesheentay iyo diidan yahay qaala wuxuu yihi hal calimtum ma ogtihiin ma xusuusan tihiin bay ka dhigan tahay maa facaltum waxaad ku samayseen bi yuusufa iyo akhiihi walaalkii id waqti antum idinku jaahiluuna wax magarati aad ahaydeen qaaluu waxay yidhaahdeen ainaka adigu la-anta adigu yuusuf miyaa tahay marka waxoogay dareen baa galay waxaa la leeyahay taajkiibuu iska qaaday marka calaamo yaroo madaxa kaga tiilay bay arkeen ama markuu muusooday oo yuusuf baan yuusuf waxaad ku samayseen ma ogtihin yidhi uu muusooday iyo ilkihiisii yay garteen oy dib u xusuusteen wey qaaluu waxay yidhaheen anta adigu ainaka adigu la-anta adigu yuusuf miyaa tahay qaala wuxuu yidhi ana anigu yuusuf baan ahay wahaadaa kanina akhi walaalkay ila hooye a weeye qad mana allaahu alla wuu nagu galladaysa waana siiyey calaynaa dushayada nabadgeliyo iyo isu keen oo anigana jubbigii buu iga nabadgeliyey walaalkayna waa isu keen keenay innahu sha'nigu waxaa weeye man yattaqi rabbigii qofkii ka baqa wayasbir adkaysta dhibaatooyinka ku adkaysta fa ina allaha alla subxaanahu watacaalaa laa yudiicu ma halladaadiyo ajra almuxsiniina kuwa samafala qofkii mutaqi ah oo sabra ajrigiisa allah wuu siinaya marka sabirkii iyo taqwadii alleh yaa waxaan ku helnay inaanu nabadgalno oo ilaahay nagu badbaadiyey oo ilaahay isu kaayo keenay aniga walaalkay isu kaayo keenay aabbahayna waa dhow mar dhow baanu tegi doonaa weye macnaha qaala wuxuu yidhi ana anigu horta yuusuf baan ahay wahadaa kanuna akhi walaalkii weeye qad mana allaahu alla wuu nagu galladaystay calaynaa dushayada cadiyo iyo nabadgeliyuu nagu galladaystay oo na siiyey innahu shaniga jira waxaa weeye man yattaqi qofka alla ka baqa wayasbir ilaahay ajir buu siinayaa jawaabti waka fa ina allaha alla subxaanahu watacaalaa laa yudiicu ma halladaadiyo ajra almuxsiniina kuwa samafala ajrigooda qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi baanu ku dhaarannay laqad aasaraka allaahu allah baa ku doortay calaynaa anaga naga kaa doortay waxa weeye adiga anagu waanu dambownay wey adigu ma aadan dambaabin waanu ku nabadgeliyey wain kunnaa inu xaaliya shaniga kunnaa waxaanu ahayn lakhaadiina kuwa gafsan baanu ahayn markaanu ku dilaynay ceelka kugu ridayna waa gafsanay allana uu naga kaa doorto intaad sabirtay wuu allah ku badbaadiyey subxaana wa tacaala adigoon dembi lahayn dembi adigu malihid ilaah baa naga kaa fadilay oo naga kaa doortay anagu dembiilayaal baa nahay wey qof dembiilaa marka dembigoodii bay qiranayaan isaga laftiisu dembigooda inuu ku sheego ma garayna waa ka yidhi jaahiliin baad ahayday ee ma dhihin ukasbaa sida ii yeesheen ma dhihin qaaluu waxay dhihi tallaahi baan ku dhaaranay laqad aasaraka allah allah baa ku doortay calaynaa annaga naga kaa doortay wainu xaaliya shaani kunnaa waxaanu ahayn lakhaadiina kuwa gafsan baanu ahayn qaal wuxuu laa tasriiba calaykum alyowm canaan ma jirto yidhi maanta laa tasriiba canaani calaykum dushiinna mahal yowma maanta yakfiru llahu lakum allah idiin dhaafo waa duco maanta wax canaan la yidhaha ma jiroyo dembigii aad gasheen iyo waxaad igu biiseen wax alla riday buu ahaa ma idinku canaananaya maanta allahna idiin dambi dhaafuud wa huwa allana arxamu raaximiina kuwa naxariisa oo dhan uu ka sii naxariis badan yahay allah subxaanahu watacaala likhalqi naxariisaa jira naxariis alla siiyey iyo iyaguna ku naxariisanayaan niyaabo ahaan waxa weeye wax dhibaato maanta canaan iyo dushiina saarani ma jiro
مركان معاملة وناجا والنبي الله يوسف ولالين كلهم معاملوا جدًا بيجي كم بيورينين وكم عارينين ومشيين ولي بدو بشاري واحد باتيهم يجتود الله يدين تم بدافعه كيرة قالوا حلا تثريب عناني عليكم دش إنما هم مانت اليوم يغفر الله لكم الله يدين دافع ودعاء هان إلهي ويدين دافع ما وهو لنا أرحم الراحمين هو نحرس صدام بكر نحرس بنيهاي سيدات درس هذا الله يدين حرسون اذهبوا لا تجا بقميصي شاتي قال لا تجا هذا كنا فالقوه كثورة على وجه أبي أباه وجه جيس كثورة يأتي أباه وفوق أهان بسير كوه حرق أهان وحويه من باب كانون أما يأتي وإيه إيمان دونا مركاتوك حيسان بسير نسق أركو إن دقبو إيه إيمانه كوه وجه جيس كثورة واتوني إلى إمادة بأهلكم غير كني أردن أجمعين دمان وحويه قميص كبودي فقميص كسوه أهبا لليهاي قميص أبك سوقالها هايو النبي إسحاق في النبي إبراهيم دبك لقبت بادية بوها مركا انتو الضوء دوبي وصيدي قرلا سهانات فالنبي يوسف برقي عيلك الورهي دي بلقنت وقحدي وحاك الله سورة قال قميص كي إساقوا لها نبي يوسف إنا يا هايد مركا عرفت كبدي حدونتو نبي الله يعقوب الدريمي دونه وعرف لكو أبو ريوي ورتسيق هذا مركا وحلا ليه نكي يهوداها وبرقي ورانا كغنحيي ويرى أبويل في بهل بالتغي قميص كي سينا واكونا بالدم كدين بايري سيدان بريقه أغنحي ما أنت أنا أغفر حيه أنا إيدي بقود وحريد أبو الله تقى بقميسي قميس كي قال تقى هذا كان فألقوه كثورة على وجه أبي أباه وجه جيسة كثورة عندها كغرفت باب كغسية يأتيه إيماني بصيرا نسبة وحركو أنا إيسو قاردون أما يأتيه فأهم بصيرا كي وحركا واتوني إلى إبادة بأهل هير كوردن إلى إمادة أجمعين دمان ودقاقين ولما فصلت العير أورتي مركي بحري ومجالدي كب بحري قال أبوهم أبهود بايري إني أنا أقول أجدو عن هلايا ريح يوسف يوسف عرفتي سيبان هلايا أورتي سيبان هلايا إدقونيت لولا أن تفندوني هدا إذا أن أقول دقوني ما حكم مني إننا لصدقت من وائرهم إلا هلا يدقوا مويادي لدي وأضيع أن تتبع فإليدهين مركا أورتها سواحيه عرف الله كثورة يوم ودغون دبيشي با قادم مركا مركي لو دي باي كبخين مغالدي لي دبيشي عرفتي سي قادو استغ سنك معجزه اها هو ولما فصلت العير اورتي مركي كبخداي مغالدي قال وحود ابوهم ابهور اني لا اجد وحان هليا ريح يوسف ددكن لا جوغاي ددكي سو سفري ما اها وددكي اي دلين يدي ددكي سي كاله يوسف اورتي سي بان هليا لولا ان تفندوني هديدان اغو دقن ما حكمينيننا لصدقتموني وايفمين لهيدين قالوا وحيد هذين فالله بان كدار اني الله كدار اني انك ادق لفي ضلالك بعد ذاتي بكسوت القديم هره سيدات عن تتبو احد بعد ديني اما سيدات ادي عن تتبو هو يوسف هو دون هي يوسف هو هره بعد انت هو لفي سي سي نقدين يوسف هو دي هذه سي يوم بعد ما انت تاغت هي وي دا يوسف في سي وقت كان كان هره بعد انت هو تغي قالوا وحيد الله بان كدار اني انك ادق لفي ضلالك وهو هي عاقني ما كم وقت بعد ذاتي بكسوت القديم هذا يوسف ودي هذا يسون وياه وحبك مد ونوي فلما أن جاء البشير بالشارجيه مركو يمد ألقاه قميصه وحقطور على وجهه وجهه سب قطورة فارتد وحو أهاذي بصيرا كي وحركه بس إذا هذا لو طور عنده قعب ميله وادوي وثانه أرتي وشيء يبقى كورس الجنة إذا مل بلغت عرفيه معجزة بوثا إذا هذا الباب لو قصي عنده قعب ميله ورد الله عن عنده بقى فلما أن جاء البشير مركب فرحدن تلك وحوي تلك وحصار نولاني تمرك روح وفرحه كل في سي دقائق الشقدي تلك صار نولاني تلك عنده بهرك صار نغدي أن جاء البشير بشير كي مركو يبشاريه ألقاه قميص كي وحقت وري على وجه به وجهه سطع وطوري فارتد وحو أهاذي بصيرا كي وحركه قال وحول مركاس إسم الله هذيا ألم أقول ميانا إذن كله لكم إذنك إني أنا أعلم وحن كوغه من الله ألا حقيسة ما شيء لا تعلمون إذا نبيت إن نبي الله إن يوسف نولي هاي وإلهي إن حريسنا يوم وعرور تيدي ويكينا يوم ميا إذن تاسو أنا قال لي يوغيسيي ميانا إذن دهين وروحانا وحادين أغين بان أنا أغها يوم هاي قد تغني محب منينو عنان تيغ الداي قالوا حلالا ما قل لكم ميانا إذن دهين إني أنا أعلم وحن كوغه من الله ألا ما لا تعلمون وحيدان أغين قالوا وحيد هذين يا أبانا أبو استغفر لنا نو غفران دلب
ذنوب بنادم بيالك يجا نوغ غفران طلب إنا أنك كنا وحانو هين خادينا كوا قفسن بانو هين يجي نواقر سين إني قفسنا هين نبي لها العقوب وحشيقة يهون أها واقرنا يا المكا وحوي مركي ورنا نبي لها يعقوب نبي لها يوسف فرتيسة وكيك قفسن وانو قفسن بين كنا للقادين بين هذي قالوا وحيدا يا أبانا أباها يوم استغفر لنا النور لاف نو غفران طلب لنا أنك ذنوب بنادم بيالك يجا نوغ غفران طلب إنا أنه كنا وحانا خادئين كوقف سن مركا قفوا إنو الدنب جيسا قيرتو وحيابها الدنب قالوا غدا فيك متهي قال وحولي سوف أستغفر لكم ربي سوف أستغفر مردا بان إذين قفران طلب لكم إذنك ربي ربك إذنك قفران طلبي إنه ألا هو الغفور كدافوي الرحيم أون حريستا مركا وحودي بدقي بأل ليهي وقتك الصحور تلي دادو ودعادو آد أقبل كأوتهي وودي بدقال ليهي وحيكوها قاكتين مالين جمعاء هبين كيسي يعني هبين جمعاء سحور كيسي وحكالوا لليه وحود بدقي نبي الله يوسف فرتها يدين عفيه مركانوا قادة يوسفين يدين عفيه مركان سنانا يدين غفران دلبا يوي إلي حق بني آدم بيقبان حق بني آدم إن لقع في الضم وياني سكال الصورة قال لكم أهون حق بني آدم يوسف هيدين عفيه قالوا حلو سوف أستغفروا مرد دنبان يدين غفران دلبي دون لكم ألا يدين ربي ربك يدين غفران دلبي إنه ألا هو الغفور كالنافو ويا الرحيم الحريثو ويا أقبلي ويا الله سبحانه وتعالى فلما دخلوا ويسوقوا في بني إسرائيل المثل وحلالي هاي لا تقاشن قف أما تضواتن قف بها هاي المركة يمسر رسو وقورين مركة دنبوء يمسر كيف تجدون أن اللح بقل أو كنبو هنقات كودوها نبي الله موسى يوسف إلى أفر بقل وصنا ميلها يا ود حيسي مركة على كل حال إني عدد كأفر بقوله السنة عدد كان نقدا هو ممكن لكن أد عقل قال معها إني عدد كان نقدا عقل قال معها وين أن مركا يوسف بيومنا يوسفنا مركا شو حاسب لي هاي وحل لي هاي كبدي عسيسكي كبدي يضع هاي بقول سدي بال لي هاي وأقول شيء دور عروره بالمثل إفراثيم بن يوسف بيقول شيء يميشا بن يوسف يقبل رحمل لي النبي أيوب قرتم دهنا صدق راسه أقول شيء بال لي إفراسيم نواكنون بنو إفراسيم دلعي يوشع بنو نويل في نبي موسى لوقت قاها مركا سيدا سوى قالي فلما دخلوا مركا أصوى قالي على يوسف يوسف أصوى قالي أواه سود ويهي أو أضم إليه حقي سأب ويهي أبيه يهو يدي وقال وحده أدخلوا قالا مصر مصر قالا إن شاء الله الله ضدونه إن شاء الله تعالى واتبرك أواه بصوى قالي آمنين حالا دامنين تنو أفور دن أتكلم بتجليسان، مركم معناه وحليلي هاي، قل يا وحليليهن على تقديم وتقييد ويو مركو أي مادين يوسف وعوري ادخلوا مصر مصر صاقلة، مركي صاقلين أوائله أبوه، وترتيب تصدع سد كذا بين كذا، قل يا وحليليهن ادخلوا وحويين يعني سرد وهذا مركل إلى فروح كل شيء وقت يسرد وهو مركم قال هذا صاقلة واتصاق شيء خير بعد غبطان بين كذا كان ثان أقولها وين، فلما دخلوا مركو صاقلين على يوسف. أواه وسود ويجي وصاد من إليه حقيس أبوه أبيه هو يدي وقال وحده ادخلوا قلا مصر مجال مصر صاد قلا إن شاء الله تاسنا واتبرج ويبصاد قلين بق الله هذو دانه آمنين إذنكوا آمنين أما إن شاء الله هذو وحيكون حدنته آمنين قدام إذنكوا آمنين إن شاء الله الصاد قليد يد ده إن شاء الله وما بانوا هذا الصاد قلين مركز هو الصاد قلين يجوا الصاد قلين أو سود ويجي مركوليه الصاد قلا سود وادي كذلك هاي مقالف في عم باتي مادين والرفع وقرية لأبويه أبيه هو على العرش سرير كيسي بصارك ماشي إساقة أغارك أهيد بسيوغ لي سرير كيسي بصارك وخروا وي أدعين أبيه هو يوي لشيبا له يوسف دكي سجدا حالي سجدينه وقال وحولي يا أبتي أبو هذا سجودا تأويل رؤياي رؤياي لفصل كيدوي من قبل هر أن أقول رياضي قد جعلها رياضي الله وحكي لي ربي ربي حقا بكي أواتا في أن كل رياضي قل رحدي شمسي قبرك وأبي هو هو يتبنك حد قدنا وكو يتبنك وين في يدي صاحبي صاحب حدوي ففعوا كل يلي أبويه أبيه يهو يدي على العرش سريرتي بصاري سريرتي وكل رحيسين يبو صاري وخروا ويد عن خيار كثير نبي عقوبها له ويلك سجدا حال سجدتيا مرك سجود وحان الله إن له سجود الله مرحبا مرك يجا شرع قوة يا سجود اللي استسلام كري
وهدي لديه لها قل يا وحيدة هو فورسي سجود وجدك لديك ماها وجدك الله من بادرت الله لديك وحديد مركة خروج سجد بل انت اللعين بيولي بسجودين بل ليه مركة سجود دا وحيا هاي تعظيما سلام طول يا سجود دا هاي خروج ويدعين له ويلك درت سجد عليه سجود سيهين وقال يا أبتي أبي هذا كان وحنا ذلك يساي تأويل رؤياي رؤيا ذي فصل كذوي من قبل هري أن أقول رياضي قد جعلها رؤيا ذي وحكيا لربي ربك يحق قم بكيا وصح وقد أحسن وصمت فلي بأن جاء وصمت فلي الله إذ وقت أخرجني وقصوا صاري من السجن حبسي قصوا صاري وجاء بكم وإذن ليمد من البدو هرمي إذن ليمد من بعد أن نزغ الشيطان شيدوهم كنتم فسادي يكذب بيني وبين إخوتي أنا ولا لهي لحظة أنتم شيدانكم فسادي ويسكوا قايد لها لبي الله يوسف وحكم وقت ولاله إنه آدق تريه هو إلى السجن يجيبوا يقصوا بحي يبود إلى عيل كيبوا يقصوا ساري منهم محسوسيني وكما قلب الدلاء عنا يوه دو جاهد عيل كالله ويقصوا ساري وإن حلاي سجن يجيبوا الله يقصوا ساري وسجن يجيبوا ما سكن مدك لو وحو فعل كودي كبد لي شيطان بعضه صديق هو حوي وحوي ما في فعل كودي شيطان مصاري أدب وغتر يا ولاله قال وحو يرين وقد أحسن وصم فلي بي أنا قو إسم فلي الله إذا وقت أخرجني ويقص صاري من السجن حبسي وجاء بكم إذن كان إذن لي من البدو فيرمي إيو أبارتي إذن كليم من بعد أن نزغ الشيطان شيطانك انت فسادي يكذب بيني وبين اخوتي ولا لا يتحدث ان ربي ربي سبحانه وتعالى لطيف كأن حريسته لما يشاء والله وحده ان حريسته سدو اني ولا لا يبن ان حريسته ان ربي ربي لطيف كأن حريسته لما يشاء انه ربي هو العليم كوغوي الحكيم وفلس نبي الله يوسف عليه السلام دبا تبرم بصومري مركا حديد قصدي سي دب لو اقريو waa ay agri nimo badan baa laga faa'iideysan dibka hadii loo sabro allah farid bu furaya waxa weey waxaan odhani wax alla watay bu aha marka waa ay aragnimo badan yaa laga qaadanay yusuf xaaladiisi iyo qisadiisi khair koodi iyo oo isu wada yimid bay ku soo gabagabowday markaas uu allah ku xamdeeyay marka wuxuu leeyahay rabbi rabbigayo qad ataytani waad isiisay min almulk buqurtoyo qayb kamid aad isiisay oo min tu tabciidiyo way wa allamtani waad bartay min tawiili lahadiis wararka oo dhan fasir koodiga macnahooda di faham si soo dibartay hadithaas oo yadi kaliya ma asraru kutub diinaha i fahmi goodi iyo wixii kutub iyo wixii noocaasho muhiima waadi faham si si fadira samawaati samada kii abuurayo munadi wal ardi ardada kii abuurayo anta adigu waliyi maamulahayga tahay fi dunyada dunyadii wal aakhirati aakhiraba tawaffani ofso musliman halan muslimay wal hiqni igu dar oo yahay leeshi min al bis salihina أبا يوغي إبراهيم إسحاق يعقوب إقلمت إلى يوسف سبحانه وتعالى أخوة إفاعيون مركا وحال ليه النبي الله يوسف مركا حالة دي هل كاسوغا در نعمة دي تام نقطي فأوحو تمنين يا إنو دنتو توفني مسلما قل ينو حي ليه ما إنو دنت ما تمنين يا وحو ليه إله مركا دنتو أنا مسلم إذن بكار إساسين أدنو دهي ربي ربك يو قد آتيتني وادي سيس من الملك بعد الملك بقولت يا قارك أدبال سيسا مصر غيب كميدان معمولا وعلمتني وحادي برتي انت ويلي لحديثي وررك فسر قوضاتي برتي إيا فهمي قوضا فاضل السماوات يا فاضل السماوات سمدك يا أبو ريو بغير مثالي والأرض أرضك يا أبو ريو وحوي مقعيه الله كتوصلي الله سبحانه وتعالى مقعيه سيئ سفدي تالله كتوصلا فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها أنت أدق وليي maamulaha ay gaatay adiga ay leh naasir kay gaatay fidiya adiyadi wal aakhirati aakhira labada tawaffani ofso markaad idilayso musliman halan muslimahay wal hiqni ahleeshi bis salihina salihinta ahleeshi way oy gala mid dalika min baal ghayb allah subhanahu wa ta'ala bisadi nabi ilahi yusuf oo dhameystiran oo isku mar timid oo kala dambeyn ya nabi ilahi muhammad ya allah wahyooday سيفي عمبو نددك أسو قارتيين تاسو معجزة الله يا الله وكأن الله وحليه ذلك وركاس نبي يوسف قصابتني من أنباء الغير وثي مقنا وراركي سيوية أدقى كام مقنا نبي الله محمد نوحيه وان أوحيون إليك حقان وحي كام مقنا يكويديين وراركي يكويديين وضن أدو وحبك كوغين
وكاس والجو وحيودي ومعجزة لياب لون رسالة وطحن أصيدة يقول داس ويقينين وطحنوي ذلك أرنت عصروش كيجي أخبار يوسف وقصته من أنباء الغيب وحيابها ما كان ورر كودي ويان يوحيه وأن أوحيون إليك حقاق النبي الله محمد أوحيون وما كنت ما أدنهين لديهم إلما النبي يعقوب أكتوضا إذ وقت أجمعوه أي كؤروريان أمرهم تلضوض كؤروريان إلى يوسف ديلان وهم يقولون يمكرون يوسف أي لكريان لما لكتوه مارك مرها داد اللتشو قلنا إدلبت أين هذا اللتشو واربحين كالود مالك لكيه شيء نجرين ومعجزات واركان أتكب حسين ومعجزاتون مارك عدك سؤو لقيسة واركاس إلى أذيك الرعان يا ماشي كنت تسوي حتى ربنا إسرائيل ويكرنا يا ويلا محمد إنه مالك لكسو نغلين إن الله وحي يده ويكرنا وما كنت ما أدنا هين لديهم إلما النبي يعقوب أكتوضا إذ وقت أجمعوا أي كل من أمرهم أجمعوا كؤروريين أمرهم تلضوضا إن يوسف عيلك جدا وهم يقولون يمكرون أي لكريين وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لكن وما أكثر الناس ذاتك بدن كود معها ولو حرصت آد بكد ذات الإيمان كود بمؤمنين تاوح اللوغة كذا يقول له محمد باوح الرجيني مركا يهودي يا عربي ويجيين لهم والقصة دا النبي يوسف نوغة شاكي مركو إيضا نميسرا أغة شاكيو إنه خميان برجيني مركا واحد دقاقه سوكر ده يوان وقت نوا وقت عام الحزن يوم نبي هو البهار بدنا أبو طالب يا خديجة سنة كدنتين ويان واللي حبلو كدب بملاهي جريدو يا أهي وما أكثر الناس ذاتك بدنكي معها ولو حرست آد بكد داشت الإيمان كوده أو إتكد برشبيس ده بمؤمنين أخوك رمينا يماها مركا هذا الكي نبي الله محمد بالله سيوضا إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى عالم.